Edit your own style reference in EndNote X9.1 by دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. النهارده ان شاء الله بنتكلم على نقطه غايه في الاهميه، ازاي وانا بعمل ريفرنس البيبر اظبط الايه الريفرنس الستايل بتاعه لو انا ما لقيتوش في الليسته بتاعت الاندنوت. اوقات على سبيل المثال، عشان بس ما نتكلمش كتير، على سبيل المثال انا بكتب جوه البيبر او جوه البحث او جوه الرساله، بقول مثلا on the other hand عالم اسمه زانج ايتال 2002 ستيتد ذاته بيتكلم. الجورنال اللي انا هنشر فيه مديني ستايل اهو، بيقول لي جوه الايه جوه الرساله او جوه البحث انا مش عايز يبقى مكتوب السنه ولا الريفرنس، انا عايز يبقى مكتوب ايه ارقام بين قوسين. وفي الستايل في نهايه الرساله او في نهايه البيبر عايزها بالشكل ده، الاسم العالم العلماء الاول اهو، ثم التايتل، ثم الجورنال، ثم السنه، ثم الفوليوم، ثم الايشو، ثم البيجز، وعايز يتحط اللي هو الدي او اي موجود هنا. وانا بس اشتغل اخترت، كنت انا شغال على الاي بي اي 6 هو بالشكل ده، فكان مديني الريفرنس جوه الايه البيبر او جوه البحث بالشكل ده، معيش رقم، زائد في نهايه البحث او في نهايه الرساله كان الستايل بالشكل ده، الستايل بالشكل ده كان الاوثر نيمز. الفورمة بتاعتها مختلفة عن الفورمة بتاعت مين؟ بتاعت الريكوستد ستايل. شايفين العالم ما بين العالم والتاني فيه الايه العلامة اللي قدامي دي، لكن هنا كوما بس. ثم عايز بعد ما اخلص الاوثر نيم يبقى انا عندي التايتل، ما يبقاش فيه السنه هنا، في السنه اهي، لا انا مش عايز الستايل ده، عايز يبقى التايتل. ثم عايز بعد كده بعد التايتل يبقى في كوما والجورنال نيم ثم كوما ثم السنه ثم كوما ثم الفوليوم والايشو والبيجز والدي او ار. هلاقي هنا الشكل مختلف والدي او اي يبقى تحته خط بالشكل ده، طب انا اتصرف ازاي؟ بحاول اجرب الستايلز اللي عندي واحاول اشوف انسب حاجه. طب بفرض ان انا جربت في دول مثلا ما لقيتش، رحت اشوف سيلكت انذر ستايل. انا بعد التجربه لقيت ان اقرب شكل عندي مع اختلافات طبعا هلاقي فيه اللي هو الجورنال اللي هو الايه؟ البي ام سي اميونولوجي اللي هو بالشكل ده كده، هجيبه اهو بي ام سي وهدور على الاميونولوجي اهي بي ام سي اميونولوجي، اقول اوكي واقوم عامل ايه ابديت للسيتيشن عشان اشوف الايه الريفرنس بقى شكله عامل ازاي جوه البيبر او جوه البحث او جوه الرساله. بقى الايه بقى الريفرنس فعلا معمول ايه رقم بين قوسين. في نهايه الرساله او في نهايه البيبر لقيت الشكل مختلف لسه برضك. السنه اي نعم اتحركت بقت في الايه في الاخر قريبه من الشكل، لكن في اختلافات. يعني لو بصيت هنا بقى في رقم، انا عايز الريفرنس تبقى مرقمه كده، هو مرقمها اهو، لكن ايه بين العالم والتاني مفيش الايه القمة اللي فوقها نقطة دي، زائد ان انا هلاقي ما بين التايتل وما بين اللي هو الايه الجورنال نيم مفيش قمة. المهم بلاقي شكل مختلف، انا اتصرف ازاي؟ بمنتهى السهولة بقوم رايح على الاند نوت اهو فاتحه واقوم جاي اديت ثم اوت بوت ستايلز وهقول له اديت البي ام سي مينولوجي اللي انا اخترته، اعدل فيه بقى زي ما انا عايز. انا
دلوقتي ايه خلاص هو جوه السيتيشن عاملها لي ايه نمبر، مفيش بقى مشكله. المشكله عندي فين؟ في اللي في نهايه الايه البيبر اللي بقول عليها بيبلوجرافي او بقول عليها ريفرنس. بقوم فاتح التمبلت، انا دلوقتي بكتب في جورنال جورنال ارتكل، الاسر هسيبه زي ما هو، التايتل هناك ما كانش تك يبقى خليه ثن، الجورنال نيم كان ثيك وايه وار. طيب كان ما بين التايتل والجورنال ما كانش فيه نقطة، كان فيه كومة بالشكل ده، قوم ايه كاتب كومة بدل النقطة، يبقى هي كومة. بدل كده كومة، ماشي، يبقى كده ايه بقت كومة. والجورنال بعده بينه وبين الير كومة، يبقى بينه وبين الير كومة مش نقطة اهي. طيب ما بين الير والفوليوم مش كومة، لا ده فيه ايه كومة عليها نقطة، يبقى هيعلم على الكومة دي واقوم عامل كومة عليها نقطة بالشكل ده. الفوليوم ما كانش ايه بولد بالشكل ده، اقوم مخففه. الايشو والفوليوم ماشي. انا عايز بقى ايه اخلي الدي او اي في الاخر، اقوم عامل كوبي من دي كده واقوم رايح هنا كده واعمل بيست، وبدل كلمة انا عملت بيست ايه، وبدل كلمة بيجز هقوم عامل ايه دي او اي سمول وبينها اهي نقطتين فوق بعض، واقوم كاتب ايه دي او اي كابيتال خلاص، واقوم رايح على الدي او اي كابيتال ده كده. لو انا عايز دي كلها تبقى ايه تحتها شرطتين، شرطه او خليني في الدي او اي بس، اقوم حاطط ايه خط تحتها بالشكل ده. طيب انا عملت فورمه للايه للجورنال بالشكل ده، هقوم رايح على الفيلد سبستيتيوشن. انا دلوقتي لو انا مثلا مفيش دي او اي وعايز احط اليو ار ال، اقوم معلم على دي بالشكل ده. طيب العلماء الاوثر ليست عايز اظبطها، ما بين الاوثر والتاني هخلي ايه كوما فوقها نقطه بالشكل ده كده، و قبل العالم الاخير قبل الاسر الاخير هحط العلامه دي كده انت خلاص. هقول مثلا لو انا عندي ست علماء، لو انا عندي 10 اوثرز هختار السته الاولانيين مثلا ينكتبهم مثلا، وثم استخدم ايتال، ما خلاش ايتال اخليها عاديه خلاص. اقوم اوثر نيم عشان اظبط النيم، فيرست اوثر ماشي اهو، الفيرست اوثر بين الاسم نفسه لو مقسوم نصين يبقى بينهم كوم اهو. الاذر اوثرز بردك نفس الكلام اهو. وبعد كده خلصت كده اقوم قافل كده، هيقوم مديني ايه يقول لي عايز تحفظ التغيرات، اقول له اه، واغير بقى في الاسم بتاع الايه الستايل لحاجه اللي انا عايزها، وليكن مثلا اسميها ايه خالد مثلا اهو، يبقى مثلا بي ام سي اميونولوجي خالد، اقول له سيف خلاص. اقوم رايح بقى للصفحه اللي انا شغال عليها اهي، ادور على البي ام سي اميونولوجي خالد، مش موجوده هنا، اقوم رايح على سيلكت انذر ستايل وهدور على البي ام سي، البي ام سي اميونولوجي خالد، هل هي دي؟ اشوف كده هي ولا ايه، بي ام سي اميونولوجي خالد اوكي اهي اخترتها، اقوم عامل ايه ابديت للسيتيشن اند بيبلوجرافي، واشوف كده هل حصل جابت لي نفس الحاجات اللي انا عايزها. ابص هلاقي ما بين جوه البيبر هلاقي فيه فعلا اسم العالم اهو او اسم الاوثر اهو، وبدل السنه مكتوب الرقم
رقم واحد مثلا ده الايه الاولاني، ده الريفرنس الاولاني، ثم اروح على الريفرنس اشوف الستايل فيها لما ترقم اهو واحد وهيكمل، ثم في العالم نفسه في الاوفر نفسه ما بينه وبين الاختصار هلاقي ايه، هلاقي فيه كومة وما بين العالم والعالم ايه كومة فوق نقطة. طيب في ملاحظة هنا، ان انا عندي العالم نفسه زي ما شايفين لما بيكون في اختصار ماله، انا عايز الاختصار يبقى عنده نقطة، اقوم راجع تاني للستايل اهو وهقوم قايل ايه اديت وهعمل ايه ستايل، اعمل اديشن للبي ام سي ايمنولوجي خالد، وهروح على الاوثر نيم لو في انيشال بالشكل ده اقوم حاطط بينهم وبين بعض نقط بالشكل ده كده اهي، واقوم ايه كلوز اقول له سيف، ارجع اشوف هل عمل التعديلات دي ولا لا، عمل ابديت فعلا عدلها اهي، الاسم العالم اسم الاوثر زانج مثلا، والاكس حط فرحة نقطة، واي حط نقطة جي، وهكذا. يبقى لو بصيت على الستايل ده فعلا بقى هو الستايل المطلوب. يبقى الفكرة ان انا بمنتهى البساطة بحاول اشوف لأقرب ستايل ليا من الستايلز الموجودة فعلا جوه الايه الاند نوت، وبعد كده بروح على الاند نوت نفسه واحاول اعدل فيه بالطريقة اللي احنا قلناها. الامور بسيطة بس محتاجة ان احنا ايه نحاول مرة واثنين وثلاثة. التواصل عبر الموقع خافض لبيك احلى منتدى دونتت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل شانل. نسألكم صالح الدعاء.